ونبقى في احتياجات الناس وكيفية التعامل المسؤول في تنظيم أولوياتها. فبعد عدة سنوات على توقف مشاريع الخدمات، أهالي منطقة سيد غريب يقدمون شكرهم للنائب محمد كريم البلداوي على دوره وجهوده في استحصال عدة مشاريع خدمية للمنطقة، ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار المنطقة وتكاملها المجتمعي. نحن أبناء عشيرة الرفيعات ومنطقة الرفيعات بما تحتوي من باقي العشائر. نشكر السيد محمد البلداوي على الأعاز لبناء مستوصف في منطقة الرفيعات، وكل هذا الشيء راح يصير بناء المستوصف هو بجهود الله ثم بجهود السيد محمد البلداوي. نسأل الله أن يحفظه وأن يدليه على طريق الخير اللي يرضى الله ويرضى المجتمع. فضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الخيرين من كتلة صادقون النيابية المتمثلة بالدكتور محمد كريم البلداوي يباشر اليوم الجهد الحكومي لرئاسة الوزراء بأول مشروع في منطقة سيد غريب محافظة صلاح الدين. نتقدم بالشكر الجزيل للأخوة العاملين على أمن منطقة سيد غريب لواء المتمثل بلواء 42 حشد شعبي. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الخيرين بدت الحياة تعود لهذه المناطق والأمن استدب، وها أنتم ترون ما بذله الأخوة في لواء 42 من تأمين المناطق من أجل استتباب الأمن وعودة الحياة كاملة لهذه المناطق. والشكر الجزيل للأخ النائب محمد كريم البلداوي على متابعته وجهوده الجبارة في إيصال المساعدات وإيصال الخدمات لأهالي هاي المناطق المنكوبة، ولكم جزيل الشكر والاحترام. الله يحفظ لنا أستاذ محمد البلداوي، لأن هو الجاعي داعينا، وأبو جعفر وأبو علي الساعدي وأخواننا المجاهدين، الله إن شاء الله يحفظهم ويحفظ كافة المسلمين، وستر وعافية يا ربي على كافة العراق.